أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين. أيها الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، حديثي لكم في هذه الليلة المباركة كما سبق في الموعظة السابقة تحت عنوان من هم الذين يحبهم الله، ولكن اليوم إذا اتسع الوقت سأضيف إن شاء الله ما يسمى بالترهيب. فمن هم الذين يحبهم الله ترغيب، وسأضيف ترهيب من هم الذين لا يحبهم الله. نعم، إذا السور خينا تحب ربي ما ريز إذا غير وقت أنا عني شويت السور خينا تحب ربي، نعوذ بالله، سأل الله السلامة. لكن قبل البدء في الموضوع حيث دمون شوية يوذان حمدير إن شاء الله وحدة الموضوع بس حضان مرة. أبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الحديث حديث صحيح، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، القوم يجمع كل شيء، وختم غارب قيمت ذي الجناح من المسجد تصنت تسور من غاسرنت أزي ساق حنت أثبلغنت لأنه أنت أهنت شمر الرحمة يدن ذي الحديثة. حديثة ذي ستاس الفوائد، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ومي قام بيت من بيوت الله قانت مزيدة وين ما يم، يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، يعني ومي خرقاب بثموها مزيس يخضع يخضع الزيس البقاع الدان تمزي ذوين، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. شنشت ما توقع عن الغلط الفيلا غاسن ينفت شغاث وستقش موقع يغرى استراتيجي أقش الموقع المعقول هو نتتي هو يتحب ربي الله سبحانه وتعالى، يتحب المساجد ضرواد المساجد. إذا نريد تسنغى المسجد ما الفائدة تويث ما ناثي مغارين لأنش سيدي تنزت عليهم السكينة، وما أحوجنا إلى السكينة ونرى سيداتي خاش كذي الاكتئاب والدغ مليح معصب والله توسويس شن حن عاشا ما نشاء الله ستري التهنير يا وزد دوا بطر ساش حن تورغ أسغاه مزيدة تبارك الله شمالا وجنوبا. أخواني نوم درت تسو تصبح تبارك الله ما شاء الله الله يجزيهم إني شاركني تسوثا أز دواء قد قد الدواء والله حمث قد الدواء نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعني الدواء مور يقصح وليش تقنشاه الدواء مور ذواء، وغشيتهم الرحمة ما أحوجنا إلى الرحمة، الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. للحديث ارحموا من في الأرض يرحموكم من في السماء، يا حمار تصدار ربي والله توازمان خزادي ثموات وتسقوذ الله أكبر نخارت تم قرنت والرحمة تصبح فيما بيننا. آية زد يا حمثة مغاه النص تمغاه النص تاح ما يزنس تدوث مغاه آية زد غيت متهج ودوث غي كسير وشي مرديس الرحمة ذي ثمغاه حتى تدقين الدروس تسرها تكسير ثمغاه سيدنا أيوه 18 سنة تكسير والله ما تسمح ذي سورة داري دانت 4 واسن تبور الرحمة وكسير قاية زنس آية زن عوض بالعكس
انتهى من غنصوتك السي إلى آخره، ولكن ما راح تندي منيا وغشيتهم الرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الخارت وجعل بينكم مودة ورحمة، تري المودة الرحمة جوايز تمغات. يقال سيدي بدي القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمات تتنزل، ولكن خمرا نسقى نسريس القرآن ونسوير إلى غير طح شيء مشان والله ما تجنت هذا مغارين قان السير راكيش تغمن غواص قانت الله هدي كنت السوق أمشينا واجبوا السوق أمشينا الذكر أمشينا صنت السقاة صافي التجول خما تفضل أتخذ من القمر وأتخذ من زاد هنا تاريخك الحجة قد تسيد القرآن خذي رمضان كتاه أنت سري 60 حزم تقريبا هو ميزيس نقا عمر خباش حان تصنت من خطبة الخطبة عام 52 خطبة إوا سقسيت كل جني سقسيخ في النص ناخذ مغزيس نتمشى ما يقرش. وراه الله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. يقال بذي القرآن إن السمع هذه النعمة العظيمة أنت مسؤول فيما تسمع ومسؤول فيما تسمع للناس. أقش مسؤول بخت سريد مرة سريد تفهم تبقى قش بخير إما سريد تفهم واد خذيم تغيم خك للحجة أقل مصيبة قوان لسع ذوها أنت مسؤول. ثم أنت مسؤول فيما تسمع للناس أنت قوران وشان تججيران بريضس لقغا يسقان شهارينو ليلة العمر يعني واخا انت بلث نجمة سي حنجاه ما تصدع الجيران تصدع الطب ألا وما تخشى سيدة رب العالمين قالت مني ديش ندساس بني دي الأسرة دساس يبدا زين هانت مخرب شاخي انت بلعني بريد نزقى داو 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 أقول الله ما يسقسكني وربي فيما تسمع للناس. لذا ابن ذم ستسلسني يوذا النخيع انتو تقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السماع ينقسم إلى قسمين، سماع وفهم وإجابة. اللهم ارزق لنا ذلك. هذا سيد سران يفهم يطبق يستجيب ميت سرير القرآن يستجيب. خمس يا أيها الذين آمنوا يقاش عبد الله بن مسعود عرد برنش قيت ختبش ربي إما أمر وإما نهي. ثم بعض قيت ختبش بربي قيمش مياما إمش مينها هو ابن مديار ريفيرنس. إذن نحاول ما أمكن أن نفهم نستجب إمرا فهم ذو استجب ذشا أمش نوين الصناديد قريش أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس يتق الدعوة من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. وإذا غير إنسان بلغ الرسالة أنت غوانس يتقسك الشغل من قبريل قاس غاس تسريت خوري تتيوي تدي الجديد والعياذ بالله. أرمي الله سبحانه وتعيس زديس القرآن يقرأه الأطفال إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآيات مارس سنمتنت تغزع يوذن وسين ديبجان سرينا سي رسول الله استجب الناس طبقا أقين دي الجنة انتقد جهنم والعياذ بالله. إذن حاولوا قدر المستطاع أيها الأحبة أن تسمعوا وأن تفهموا ثم التطبيق. أمنا عائشة كان يتردد عليها غلام يتعلم فقالت له يوما ماذا فعلت بما سمعت؟ يتعقى أمنا عائشة يتسرى شاف الناس إني غيش مارا من تسرى تبقذشة الناس واقي غوالو الناس لماذا تكثر علينا من حجج الله؟ إيما إيما تتاخر الحجج مالا انت هارد وان تطبيق شا ما إيما خصب لنا ذي سرى ذي يخدم يهثم. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. شنو يسمى صدار بشنو شو معناتنا ثفثيتش ثفثيتش تقين ديس الزيت كسنا ستمسي شو تسيمت فوق تيوذا تتسحر رقيق في النس أنت سريغ واخد دمغ سحر رقيق فينو نشقى واخد دمغ سحر رقيق فينو. يا الأحباب المجالس هنا والله معك خسن من ديسنت إلي قد من غمخاسنت
التزام ذا غادي يوقع ذا ومن غير انت تو ام تفنس فم زوار ذو السفوي اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث، واخذوا هذا الحديث تابعوا معي جيدا، هذا ابو هريره رضي الله تعالى عنه وقف في سوق المدينه ونادى باعلى صوته جاي بارح سمزيخت، يروح غا السوق في جاي بارح من ديسك بارح ينس يا معشر التجار ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، يقارس السمازيغت قاروات سيدي النبي قفار قديت مزيده الزرمت يوم فسغاه نوم يوضن من فهم تغير امور دنيويه تغير شان الزاد. وفعلا بنان الخميري يحوج امنتك والله ايها الاحبه، لو قيل للناس ايام المجاعه شي قواس عقير عقل الناس الوالدين طويا غروم ان يا خويا محمد فارنا قشده ما يدير بارا ذا النضوع ان خص غادي تما تجمع خمسه نتاع ونص يجوا قدو حيخوسن الناس نقشوا عن بطاطا والله لا يقشوا عن بطاطا تسنسن لنا اثار الزين تتعاودان ان هي كسين تراني وغان ست منيا سدروس 13 الناس ان كسين مدوكرينون تمتيغ الناس ايوا ذلك السيري ذواز ليس نكمل اي ناس اودي الله يخلي سرعه ما راس كنخدم صلاه اش قال يما ثاني يما اودي لك سير خوخا ما لك سير اثنين غاس رفض الجله اي ناس تاخير ما غاكسير كواني تاتي انا سويا صاحبي المهم واحد كسير شو شي قانون مسكي قانون يتقنون شي كطاف ايوا انت في الاستقلال يروح الخارج يا واحد كيما محمد السعيس يدير قهوه الساتي خاص يعذوني الناس غاور غاور يشيني تسوي جمواته الناس هو الناس ما تقدر تخدم دير استعمار الناس تبغى انت غيرني يموتن الناس عما صوش ينجم يجن الناس ينجم ايوا الناس قاسيهم الدكر الناس يوقع النش والله ما جي فيك شدين تاتي اي من عزيز من جهبي تجي في الحاج الحبيبي فض محمد قهوه جي سمين تقه الناس وقت وين قيام الدار لا حول ولا قوه الا بالله ايوا الناس الله يهديك قال اجل وها وادي هو تروز الايات دوينه الناس قالوا لا قص صغبيتي قوس غاس خاص وا الناس يعانس يجرم الضضا مشى يويو مي خديهم ديوغ مناخ المجاعة لو قيل للناس أيام المجاعة أقادي المسجد غسالة الصبح ما ميتهم يشوم 5000 فرنك للفرد الواحد ما راهون غادا ستي حنجان 10 ما راشيني كهرة تحت حضان ودسن مري غاب شي نجم نسغين يا قاري البركة يا ونس نجم نهاني ذا الترجيل سنجم ذا مغوين ما راخو قاس جون مارة الحمد لله خيا وانت تطلع سبحان الله خاص نسير غاوني كامرة يكتب انا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ما غنغوا من سر شوت خين وايت حبي ربي الله لا يحب الخائنين الله لا يحب المعتدين تصيدني الايات سبيان تتصني روحني تحبي ربي على ايين ابو هريره يقيم قمش الناس عقب ندي وذاني قوات تزرن ان الناس لم يجدوا ما كانوا يظنون وفين شيخ زان من غزة غير حاج الحبيب ذا والو كذا ما كسيت والو ما كش قوالو امو هذا عقل الناس قوانو في والو الناس ويحكم الم تجدوا شيئا زعما في والو يا الناس نوفا جد قلت لنا في لا نجي قال علم يجي تزدا نجي قال قران الناس ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ونذر واحد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يمين تزوم زوم الدنيا قال رسول الله ذي البيت الناس يا يحيى ناس عمر بن الخطاب يخزاها يتور غاج جعفر اثر في جنبه صلى الله عليه وسلم يسخر ازدم ونفت لطر ازدم غزدس الناس يا رسول الله كسرى وهرق لتنعام انت اولى كي يقيم الاسماء يا ابن الخطاب مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها من خص غير الدنيا من دير خصنيش نشام يجني صفا يا الرئيس جفتي بوسخر غشرة هكا يويو ما يخسرش الدنيا كان بيته صلى الله عليه وسلم لا يسع للساجد والنائم ربيت سيدي النبي والله ما يكسيت وانا غاي الزاد انت اللي غاي تسن خي ما غاي سيدي النبي عائشة جمع ظانس ام المؤمنين شن غان غربيتي سنتي لا تشم ولكن الذكر مان يدا والو الزاد ثمان يدا الا من رحم ربي وقليل ما هم يمر الهلال والهلال شهرين ولا توقد له نار في بيته صلى الله عليه وسلم قوه مسي تنغا شويه تنتيني ومن الشنخه موجود ومع ذلك نسخر نصغوي نقاقوا نعيش شوى الدهبو مليح اي والله نشر الطمأنينة منهج النبوي
اخو غايا نبرك تبلع شوي كورونا شوي وذن مارا وقذن يا ويا ارجى ارحم دي ربي قربي قام القرون وين من شيء الا عندنا خزائنه. قالش العلماء ايش نسينو تقت خارج الغلاف الجوي لو امطرت لملأت المحيطات 70 مره تسينو تسامن ملكة القابي ومن عمان تربحوا غانا 70 ايمان 70 ايمان ها موجود. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. البركه وزود خير البركه والله اذا حلت البركه في بلدنا وغادي تخسر خير. واذا حلت في الاولاد اصلحتهم واذا حلت في تجاره والله خان رمن يغوب. اذن ابو هريره حسن ان ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث ايها الاحباب الكرام العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار ويواثن الأنبياء واثنتن العلماء من خسن واثن واثن خسن العلم وظن ذلك خسن هاني ذا. قال رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم مرة فاض خاوم الطلب عليكم السلام فاض خاوم الطلب من العلم ما نزيسي غسن وندلتي أنا العلم يحرسك والمال أنت تحرسه. العلم مش يحظى العلم مثلا ما غاثاش يحظى أما الدهب مش مثل يحظى نبدأ قد تعجج ما يديه مخيسين ما واضيه تكسين ما واضيه توشان مش كيف كيف عود ما راكش وما قرق قد قاس قد يتكسين نبدأ قد فقد وحيا ما لاتخذ أمشاني اي والله طويج واحد نجد غارس مسكين يهرش الوقت اللي استعماق نجد من يدي سونتا مش يتوى دي غوافس هو هي مسودة يقسامي أو يتسونتينو يا خسابة جن فيته 10 سو إن سناش ويت سون تني ثني ثني جدا من جدا أجرى والله مش نوع العلم. العلم يصبح العلم يحرسك وزود خاص أقوى مع زمانهم في ورا زي الخارات إيه والله هذا فوت هذا السوث ناس تبطل بالعلم مثل مذم مثل مغال فتيحة ومرة نشط توانش. يقال رسول الله إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم النشارة هكا غاوا يتسجل مرين شارف عس رجع اش كيما لا تموت يتغيم العلم النيه واش مثلا مدرسه غير فاتحه يثاون شمين ترد زد نزيس اش كثر لك يسن رجع الحياه نسن تكمر العلم العلم يصبح ولكن الشن هاني ذا نبخل انت فوضا غي السشنين انت فوضا غي الجن وتنتسال المثل الكسل واحد والعياذ بالله حتى ما جاش يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا اعوذ بك من العجز والكسل. العجز يمكن شويه مسموح ما الكسل زمان تقش تعجز وخاص نسول. ايها الاحباب فضل موضعين مباشره قال تعالى ان الله يحب المتقين. هاني نتناول الايه انا غزا صفه نسن باش يري ان شاء الله نشني لي الزيت انا غير يحب ربي قام ما يحبش ربي والله الا صافي وهذا نشن حاجه خاسي المحبه ربي لان محبه الله اعظم مطلوب واهم والله غايه يسعى المؤمن وراها لنيلها والسعادة بها. أيها الأحبة ليس كمثل يعني المحبة نسير بواذ البول مثل قاعشنا ونتقع إنها نعمة وأي نعمة من حصلها فقد فاز فوزا عظيما. إذن إن الله يحب المتقين الصف سنقن ذي سورة الذاريات قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين هشتن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هشتن أثمرني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هثرثا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نحول ما أمكن إن شاء الله. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ما أحسن والله أن نحسن توبتنا وفحاو بذي رمضان التسمت عمام في مزيداوين في مغارين في عزايين الشباب أحسنوا توبتكم والله ما معناها أنها أن نحسنها حتى في شوال حتى ذي شوال حتى ذي القعدة أن ترقسا سننطلق إن شاء الله ثم أن نحسن ولو إلى أعدائنا وخيج ندرع ذنش نقيكس الإحسن صباح لعل وعسى الله سبحانه وتعالى هذا اشتي ذي يقرب بالعالم ذي القرآن فمن عفا وأصلح فأجره على الله فأجره على الله إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم سزرن زي سيدا من خثينت
يوسف جبريل ينزقش الملكة للجبال كيجد السورن، والسورن داكيس لأن اسمها خصنا أن نطبق عليهم الأخشبين، يعني أنا خصنا نقضى من إن رسول الله يسام حسن الناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. نشو الزوق وخينا كفان أساس دي فغن يوذان وحنا ربيه. خالد بن الوليد، الوليد قطوار من الوليد من يعنى زي صناديد قرش يقفوت زي سيف الله المسلول، أبو جهل والعياذ بالله فرعون هذه الأمة من زي يفغن عكرمة ابن أبي جهل، وهكذا أمية بن خالف وزي يفغن صفوان بن أمية. لكني أمواثرين لنجي القصة من قصص نيلسون مانديلا، سلم نيلسون مانديلا تغدر حبس لمدة طويلة انت تنظر غاوني كي يفض الرئيس، ومن تغدر الرئيس يفض يتفقد المسائل لجوهانسبورغ ساعة رايخ الزا ارمي يحر الناس ني قارد كورنسي الحراس الناس الى هنا فغار متعمل شويت يطوري ذي عوف شويت ارميو في غير المطعم يتوريش تنين ديني في ناحيه المطعم الناس الحراس روح تغيرين الناس تسكن غش لكن شارك المائده وسند. فاحدهم كان يرتعد ويتسبب عرقا ديني الجنس جيني ديوسيني قيمكيس يتعجيجي فكوت خستيذي الشاو غير ارمي فوق الناس يا سيدي الرئيس واش شفتي هذاك الشيء كي كاين الترجف والعرق كيسيل منه ينز ما زمس سيدي تهكوت خاص انت تاجي جي قيهرش الناس لا ويهرش كواسين هو القصه الناس ما القصه الناس هو موت غادي يحبسنش ونتو هذا الحارس خافيه اي وصمت مليح الناس خي الناس خيميس غتا غاماني السفه خافيه يتبولها خاس صوت قاص مزيخ تقصح نقاق تسعرات كيبول عليه من نقول له اعطيني الماء يبول عليا خليت جلسات انتقمه جلسات زي سخرفه قاوني تنتقم وين ده والدوله والله ما تينده ما غيصرح ده ديس نغوان ما انت الفائده من دسنا رسول الله اذهبوا انتم الطلقاء اقول لكم ما قال يوسف لاخوته سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. لا اله الا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. واصل الحديث معكم الذي تحت عنوان منهم الذين يحبهم الله، ثم مريت تسعى الوقت أن غامش نغني عاود منهم الذين لا يحبهم الله العياذ بالله. فالجانب الأول يسمى بالترغيب والثاني بالترهيب. الترغيب والترهيب جناحان يطير بهم المؤمن، طارة خوف وطارة رجاء. بدنا نبدا يعجوها لا تقول شويت ولا تقول عاود نبدا لا بدا شويت نعرجا. قال تعالى وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. اما غادي ان شاء الله اذا من الايه غنتناول ان شاء الله ان الله يحب المتقين.
سيدي ربي تحب بين التقوى. ما معنى التقوى؟ أن جعل بينك وبين غضب الله وقاية. كيفاش نقول وقاية؟ جاريت الغضب سيدي ربي. قال بالله أن نعاود التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل يعني مالكش تتقي ربي تقود ربي، ولكن مانع إن الذين يخشون ربهم بالغيب. مش السين حد شكون لي مال شتو يروح لي الجن يروبيين غاسين كيف كيما راه كيشان الفضايح، ولكن شك تستشعر رقابة الله. إن الله كان عليكم رقيبا. والعلماء يقولون أيها الأحباب ما فارق الخوف قلب إلا خرب. والله أي أور ما لوذيس الخوف يخرب. من درقة قلت كاميرث والله ما قلت والو كاميرا خسفوس خنساسة قلت، ولكن رقابة الله سبحانه وتستشعر يجو حنجا يتهل ذي ستاس المعلم الناس. الناس ما غايح نجانا الناس يوقع هو غاس من غيني الناس لا الناس يوقع مسنو شغل يجن حش حس غاسن يجو مشان وهني تويري حد يجي تحوانة تستشذات يجي تحق غزاء يجمني النفة انت يعقبد سلعوس فور الناس قشتني لي من إما وشو توري حد خش من إما يروح يتوري ربي الناس وذوهم ثنية ابن الخمي غيريس الحالية بل الله سبحانه وتعالى تورث من إما ثمغة كيف كيف ما تستشعر رقابة الله. نهر ما يحدث وايز الناس ما يحدث الميس ما يحدث حد النغنية تقولني يا ربي قحطت. إذن الخوف فرض عليكم. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين تقدم ربي. قال تعالى الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجيلة. تقسى أمنا عائشة رسول الله إني تقل من تقل تقدر يا رسول الله ما ونس النخمة ونس النن ونس إشارة الناس. لا 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 يا بنت الصديق الذي يصلي ويصوم ويخاف لا يتقبل منه. اتزديت زوما يتقل يجو ثارسي حجك مسخري يزرى رسول الله ذي المنام ينسي يا رسول الله الحجين وما مش ذي وذانا إيش كم هذا الحج نش باطل سماغة إنس وتشيد مارة العائلة وتشيدوا يجن الإرث صارت مارة ما تجر حج خيك كسمانة ينين يا الله الحج تكسما بينك وبين الله إذا اجتنبت الكبائر. أما البشر خيك يغتروالو الحج ويخاص كم حال حجرة السياد غارين فينو أنت من ديش غيينك يقرون مارة الشيخ نيث ماس دي السماس لا حول ولا قوة يصدغى مسخري ناس الحجة وسقوس يروح أخو يدريس سما غاني سقش من زري من زري على اي بيت القصيد اقحند مسخري خدم سازي بنينسا غاوين غاوجدا سوق ميون كنت استمغالي من توستوبيك سيت انت سمعتو غير كن انت ناس تو غايج جني روح غادي حيج جامين يزرى غير غدخل مار مار ويتواسن شي وشست اقشا يبدا اقشا الخوف الخوف من الله يقول ما رفق اسني الوارثه الناس مسخر والدفر الناس تسنت انا زعما حجه كيدي خنشي ياك من القصه هذا مزوارو طيب عام نغلي قاعد عاود مسخري قص وتو ستوب عاود شنيو ذا نكسيت انت الناس ميتو غكني والناس نوح نعز نعزا كي الجن قيموث قاتو يروح يحج الزغاث الناس رسول الله قسا مسا مسا ياك واحد يفاقر واثني قيعقب هذه حج قيموت ديني ايه الحج الحبيب ميدا يشتغل قال رسول الله اذا احب الله عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه للخير ثم يقبضه عليه. وفي رواية إذا أحب الله عبدا طهره. قيل كيف يطهره يا رسول الله؟ وفي رواية عسله. وهكذا إذن إذا أحب الله عبدا طهره. قيل كيف يطهره يا رسول الله؟ قال يوفقه للخير ثم يقبضه عليه. من ذا سجينا متيقذا والله يمر أنت قد سيدة ربي حماني رمليح ولكن من هذه الخوف الله. والسؤال هل الأمة اليوم تخاف الله؟ نعم إذا زعم الأمة تخاف الله كل شيء جواب يخف الناس ما يمر بعض النساء تفوت متبرجات وهذا قاخذ رمضان التبرج وهذه نبو الخوف لكن خميتي لذيني الخوف الله زعي قابل ذهابل قابل زيدين غابل هابل الناس إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه ما مش أي هي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. جنين يقع أفعر 160 كيلو قندرين الناس غارف جثة أفعر صابانة إني لا إيوه الناس من مين تقول جهد ولو صابانة ولا مزمت يعفى ما يمي والله يا أخي من أنت قد يثمى أتسر الصلاة خير من النوم تستجيب وتخاف الله تستشعر أن الله أكبر. ما معناه الله أكبر من زوجتك التي بجنبك
الله أكبر من تجارتك ومن مؤسستك، الله أكبر من مالك، فتستجيب وتخاف. قال تعالى في سورة النور: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أقش مفهوم الرجولة، أنغش المفاهيم ينبغي أن تصحح. شنايز القاضي ونيغت من غان قي غرب عباد الله قي يكثى قي يحقق الرقم القياسي. أقش الرجولة ذي القرآن من تعنى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عبد الله بن مسعود كدخي وذان التجارة نضاني حريصا التجارة استجبني المؤذن إن ساق في هؤلاء نزل قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفعل الشكوى نسق يا غير دخلت أنت كوامان اسموني نزنو زناغي اكسي خاسن العهد مش قال عهده شو مسعدو كينتا تقال نغصف في قال نقول خزيد ماذا نقول اقسم بالله اقسم بالله ان اخدم وطني ان اخدم وطني بلا غش ولا خيانه ولا ولا انت الشرع الميثاق هي وزيد نكمل باذن الله ولكن ندير بعض انت الشرع بالذي يخدم الوطن ولكن غاونك تفارشاوي يوم يدير عهد كمين سعدو بيرمين تش الميثاق اوفوا بالعقود باللي ستوب واه نسحارق ايه يمشي نتقي ستوب او النواه يوفين ايه والله ما كان غير اسحاق من غير الزر 50 من 60 تزر 120 ارد غياوي ايوا من يدير عهد اوفوا بالعهد اقشو مي قانتا يست ذوا اذا ثم غاث هذيك سير عهد خدم سيدي النبي تاع واحد خرج امير المؤمنين يعس ما معنى يعس اترقب الرعي سجيت والمدينة يومئذ في بساطة شوي نزداق شوي نورن واليس بوضا جيشنو نهاني ذا اتسريت مغا تقارس ايوا هاني يامر مين مهاني ذا من هاني ذا وغير نسمو غا بور خباقا نكسير عهد امير المؤمنين نكسير عهد نكسير عهد والله اخي مي غاتير يمو الامة غانيري مليح اتفت المدير ديال المؤسسة تكمل وين وين ما راه نتكمل ما غانستشعر والله العهدين وشي سيدي ربي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا على اي الناس ماشي قاع عمر هذا غير تويريا الناس ولكن ربع عمر يارانا انا ربي عمر يتورى انا غير من تقى ذمو من غير شنو اذا حن جات تقتراتو اتفق كيما تحت السارات كما تاع حبيب السنت تغطى تخش تنضني ولكن المراه الحقيقيه قاس خش قفه اي والله في نص حيديس خاص الساشا من تغيضيا انت تكيس الاجراءات ادان باش ان شاء الله تنصحت يعذر ودي مني وها عما يقل العالم يوم شيء نشوي ويغاس الصبح يسمون تاوانس قيدة ومثم غاث مين تقى مين تقى الرئاسات هو غانيزو زناغية الناس والله يمرواتي ويمحمو ويختنش ويتعاصي زيت يتفغ الناس للناس عمر بن عبد العزيز يحكم 30 شهر عامين ونص امتلأت المخازن خرج المنادي ينادي من يتزوج تزوج الشباب وبركة البركة من يحج حجني وذن وبركة البركة سبحان الله زيد خدسني وذني مع موسى وبركة البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هاقش البركة الخير الكثير مش حا في ذي جنظر في ذم الزيان ولكن الله سبحانه وتعالى يعزم زسيورا نخا وهكذا أيها الأحباب الخوف والله كما يقول ابن القيم ما فارق الخوف وقلب إلا خرب إذا تقوى من تعنى ذي الخوف الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل عمل القرآن ثم القناعة بالقليل والله يا مرث قناعة قش مليح سن من مرة الحديث من أصبح منكم آمنا في سربه معاف في جسده لا يشكي لا يشتكي لا سرطان ولا السكر ولا 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 شلل في أطرافه دول المعاف في جسده عنده قوت يوم ها نتوى شوية مغرم ذوين ذوى ولكن آمن في سربه غير مبحوث عليه عازم ثواه نسقاق من غازم شنقاز روشير شو خسي الزوحد ماني مع رسول والامن موجود انش كما كانه حيست له الدنيا بحذافيرها قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه ومقان الحياه الطيبه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ما معنى حياه طيب اي حياتك تطيب وان قضى الله وقدر عليك الموت خشن مش ف
فنفسك تطيب بذلك، تقول ماذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. صافي ليستيرشت موتنا صعب عن تاونس سجلين في جار إسرائيل، أنا دمار ربي قل سنكتا على المسجد الأقصى، فض مسكينة الناس الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها إن لله وإنا راجع. يجي يا ربي عاد ثلاثة وخروح نابعة ينشل بعد غاس توثس جفاك الحيد موافي وما تكسد بس كسدي في نش، لا ترضى بقضاء الله وقداره وذنبو الحياة الطيبة. ثم الاستعداد ليوم الرحيل، الموت يا أحبابي مصيبة، والمصيبة الأعظم من ذلك عدم الاستعداد له. أقشو مقال خموة استعد المصيبة اكتعب الأدهى الغفلة عنه، فارس يرها 90 سنة انت وسمينتك مغا انت الشيخ وهو يتقلد الشباب عاد تراجع عاد يدور دم الزين ولا ما يدور دم الزين، يعذو من يعذو صافي. وهكذا ايها الاحباب، اذا التقوى التقوى ثم يشير الى الاوصاف من ربي نغم خعد انهم كانوا قبل ذلك محسنين، التحسن حتى يجن وكيشد بو مليح نغم القصه الخعد شي سرش واسي سري نينسو المنديلات ودير حبس يفقد يقص لعبي على الرئاسه يدور يحكم يتقيش تفقد الرعيه نزل جوهانسبورغ يضغى حماس هذيش يتوادر يشتري نيو غير نسترى غير متخسنا كي نشارك الطعام ايش نزيسني تعاجي جيت هكو تخس تيدي الشيء يو يو الناس يجن يا سيدي الرئيس ما زيدوني يهرش نسوا يهرشوني والنقاش شسنا من ديننا سمين ديننا الناس واتوا خالد الحارس وما توادي الحبس خمس قاع شوي دائما السفة خافي تبولة خافية خلي ترس قاو الزغزي تنتقم شو تنتقم غزي حد الرئيس تنتقم وتقول الدولة ما استفهم ما يرى الله المتسامح اي والله شت ما راه توقع من الغلط لكن مشى نغربي الوقت 3 ايام تعدو 3 ايام دور غاو مشنش لعل وعسى الله سبحانه وتعالى ان يعذر الامور من نغربي عنش كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تصندروست قال رسول الله من قام من الليل ب20 آية كما تسرد قبري الاذان الفجاع 20 آية لم يكتب من الغافل يعني قال رسول الله ومن قام من الليل ب100 آية 100 واسبوع حزب يكمل مرض غير الاعلى الغاشيه ذي الفجر ذي البلد هميه هو ننت يكتب من الذاكرين الله كثيرا زيد ومن قام من الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين اسحب التربين غاد القران غاخوز نشقي المصحف غاديس تغزى الخارات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ميخت استغفارانين واش تغد زاد سجيل قلنا يا ثما ليس نيري شان العوج من يخذ الريات استغفارا والاستغفار الصبح عموما وخصوصا ما راك شان باباش يموت قد يكون يا ايها الاحبه لم يستوجب دخول الجنه ويحسن خشى بما يسمى بالمصطلح العصريخ المعدل غاسل كفان السيئات تذكرني الحسنات تفسوس يوثقي حثقن عثق في الوالدين نوم كم ذا سنخا وهم في امس الحاجه اللي برزقين يموثن ما راش بابا يموت والسيدة بابا يموت السيدة يموت وين يموت غالبا واذا تات الوالدين سلموت كثيك سنخيا وان الرجل لا ترفع درجته يوم القيامه فيقول يا رب من اين لي هذه الدرجه اذا عرست غثوالو يصبح ما شاء الله ينجح يقاس يا رب ما زيدك كرخارة فيقال له باستغفار ولدك لك قاكيش نمشي استغفارش يقال بناوي في شرح هذا الحديث لو لم يكن في الزواج فضل الا هذا لكفى الزواج اش تسبنت مغاث اش تكسي اش تحظى انش برا منايا اكي تجد غير جوح نجا خيمي غاث مثل كي استغفار اكي تجد جد حنجات خيمي غاث مثل تصدق غاك تستغفار اش مسكينه هذه مغاره وانت مشى الوالدين شنتي ولا نغدي ما شنت صدقنت قلت رخا سنتر معروف دعانت كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ناقض الأزمة إيوا أهل الأموال هم جابوا البركة ذي المال وترجبوا الزكاة زادين شوية من الزكاة إيش التطوع الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ونس الشاني وذن الشكاس يدير بيع ويتقل ويقاس يدير بالسر الخافي ما ذي الجن أش تعموها ربي ذي يخرف الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر وخغاك ذروس تنفق سبق درهم 100,000 درهم والله نشي نسن في احوال ما يعني نحواجي وذن غير نفقن ذي الوقت تكتا تشوف فين هاني ذا مسكين اللي جمو بيا خير في 60 دور غاسو مري هو دمريا بيا خير وادي والو يوم مش حاسس شي باب مش حاجه وينات اه غير وذن التصنيف واحد السنين حواجن
يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف إن حواجن. إذن أحسنوا والله الفقراء المساكين المعوزين الطلبة يقام سكين وستكويذ شا شاز يقى رسول الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوان، أما الأول يلتزم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، وأما الثاني فهو يحترف. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم سمزيخ يا رسول الله مش خدم أنت يا حكيش ذا هذا يحيي يخدم لين أنت مش بقي ما خدم خسنه مدسينا رسول الله إنس لعلك ترزق به أرزقنا جديد السنة على حسب ومي خس تخدم إيش كما رغا كيم حلان تخدم خس نتعاون تن تشارك ذا كيسن يخدم على سند تودي سند الأدوات ذوينات أو الله ما يرزقش ربي من مفاتيح الرزق أتخدم ذا خيجني قيد طلب العلم أستكشد ودح ما عمد دبنا ندرويش نوينا. إذن هذا هو ذا لنا عين حاجة حتى تنقاتا كيش هذا قيمة كاقل وينا قيمة خمسة مينو تعال وحدو ثلاثة قيمة خمسة مينو تذي قيمة قيمة خمسة مينو قالوا مش قيمة تتنقات تطقيق الداس يفدل مندوب جزا الله خيرا الناس قذب الدغل إننا عن التعليمات لأني مارت عن العشرين مينو وكذا كذي الإحسان نكني وخذا نغيشنا أربعة مينو يعني ثلاثة مينو خذ القربة مش بالعكس الذي منهم الذين لا يحبهم الله خلني غو من يتحب ربي ومن من لا يحبهم الله إن ربي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما غلا يثمن الشن هاي إذا أغرو مكتار ومفرد ما غان قيم وما غا ما وانت حيور خوغرو أفارن سمح لي يثيس بي فارن باش أذي يقع عشان تخون شيء تك 30 عام يعني خزي متعند كسيوها كسيوها شو ستي ديار وشو زنزان سنين فرانكير بهاي مي وين مي موان تحيور الشين خوغروم مي موان تحيور خدقال الماكلة للمطعم باش الله سبحانه وتعالى ميدان غير ربي ميدان ربي لئن شكرتم لأزيدنكم يا والله تا ذي العراق تغاز نجي المسألة قانس الأكل البيت وتقي نطعنت شو سيدي رب العالمين يعاقب 19 سنين الحصار ذي سوريا إن شو سوريا قيد دين شارد دين شنشات إن شو خزاري نصحيت وليس بيوت النعاني طول ما تكسيت إن شو جني مسحاق ورمسو هاكوس الجن كذا يرخوم يتغيفن هذا هم داري يتنغني أوكرانيا شحن في لحام شحن ذوينات دلع خميدي تست بزند سيدان تقن ذا هاكوس ترشق نزيس تمن غن سوان أوروبا يوينين سوان تمن غن سوغي أخي خميتي غير إتاخي سنتان ذي ربحا ينهان إذا من يدزيش دي أوكرانيا نقروبا نهان إذا يترون زيس لتارا فرنك يعني من طرائف إيش لهم غاثروا حد كباز يشتير مقرين سوايز نسرجع يود خرين جيش يشتين سنتين ساقمة تقريد رخو إيه توايد الله فايد نتوا تزدعت ترخو هما يسياب رشين كيف كثير موهنة حورث والله واقع يعني موقع بلدنا الحبيب موقع جغرافي بحار من كل الجهات جو معتدل الخيرات ولكن يخصنا نشكاسي بلا إن شكرتم لأزيدنكم ودي زيدوها مثلا شي تكما أب عرف فرنك يتسوخس يتقبذو يجبث قاس مين تقي مين تقي على قرنش ويتقيش قاري أختم القصة الناس يجنيروا هاو جمهور هذا قصة واقعية يشان بيستاش يشان كعب الغزال مليح الناس إذا أنت دوخ في دبي يجيجو قارو إيه ونستقل الحشومة يوذان الناس زمان اللي غس كذوها الناس كيخش غاريش نكوريش بزغذيني يوض غار كوريت واجن شيان بوليس يجوه قاق ساع يجيس ها الناس قا خان جديا وحد يجو قارو واجن جديا عدو يعدو الناس قيش تاني قارو ذن خانسوغا استقبل غيضنا هاك دعقبو الحاج الحبيب شي التوث خني وني مين يجي كيف باكي ثني تكمر كوم يخسر يعدو الناس وقزين الله ما تعدوث قيم ذا ويزمه بوك الشيان بوليس يخساه اي والله اودي الله يهديك قيم ذين واني يرها يترجى غاب ستين الميضة زفارن يعجف شحال ساعة تنين تجير في وين الشين سوين اقحن وين تجمع شوتي بيترقوه انه يسمه انه يغيوه قاني اقشر ارمي غير احيو في الدين ينس ويا ويرفض يحلم شو ما مسنا حرم وهو قامي ده ينس والله ما مسنا حرم زي ما تمنع الصوت نقص الجيف ايوه ذا الشيء سوين شو الله العظيم الفضيح وقارو لا حول ولا قوة إلا بالله ناس غزا ما غينا نغربي ولا تذير تبذيرا إن المذيرين كانوا إخوان الشياطين أيها الأحباب والكرام هذا ختم غير الجهد قتوالي الوقت وجزاك الله باش تدار بالعالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزق لنا إيمان لا يرتد ونعيم لا ينفذ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد اللهم اجعلنا متحابين في الله في هذا المسجد متسامحين ومتزاورين في الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق أئمة هذا المسجد لما تحبه وترضاه
يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر المبارك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله على حسن استماعكم.